بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى حوارا جديدا يتعلق ب أشيتي أن فيتمون، شراء ملابس أو شراء لباس. إذن سنرى ما هي العبارات التي يمكننا أن نستعملها كمثال عندما نريد شراء ملابس. إذن لا فوندوز، البائعة. بونجور مدام، جو بو فوغانسيني. يوم سعيد سيداتي، أيمكنني أن أساعدك بالمعلومات؟ غونسيني كيلكا يعني أنك تعطيه وتزوده بالمعلومات. أحيانا نتكلم مثلا عن لو بيغو دو غونسينيومون، يعني مكتب المعلومات إن صح التعبير. هنا ترى الحال عندنا لفاب غونسيني يعني أنك تزوده بالمعلومات أو أنك تخبره بمعنى آخر. إذا لافوندوز، بونجور مدام، جو بو فوغانسيني. جو بو هذا لو بوفوار، هذا لو بوفوار، فعل استطاع أو فعل أمكن. لافوندوز، بونجور مدام، جو بو فوغانسيني. أيمكنني إخبارك أو مساعدتك بمعلومات؟ لا كليونت، جو فودغي إيسايي لا جيب نواغ كي دون لا فيترين. جو فودغي، هنا عندنا لو فولوار. جو بو هذا لو بوفوار. Je voudrais هذا الفو فولوار. طبعا الحال احيانا نقول في البريزون بحال اللي عندنا جو بو ممكن انني اقول جو فو. اذا هنا عندنا جو فودغي، طبعا الحال صرفنا هذا الفعل هذا في لو كونديسيونيل بريزون من اجل الاحترام. اذا كما لو تقول الزبونه انا اريد من فضلك، اذا لا كليونت جو فودغي ايسي لا جيب نوار، اريد محاوله او تجربه لا جيب نوار يعني التنورة السوداء كي دون فيترين الموجودة داخل الخزانة الزجاجية. إذا تنقولوا حنا الفيترينا دون لا فيترين يعني في الخزانة الزجاجية. إذا لا كليونت جو فودغي إيسيي لا جيب نوار كي دون لا فيترين. لا فوندوز بيان سور مدام، بيان سور مدام. بطبيعة الحال سيداتي، طبعا سيداتي أو أكيد سيداتي، أكيد سيداتي. إذا المقصود أنها توافقها. إذا لا فوندوز بيان سور مدام. كيل طاي فيت فو، كيل طاي فيت فو. طبعا الحال كيل طاي أي قامة، فيت فو أي قامة عندكم، أي قامة عندكم. ولكن هي تقالون أي قامة تفعلون أنتم، ولكن المقصود بها من حيث المعنى أي قامة عندكم. إذن هنا تنستعملوا لافوار فيغ ماشي افوار. طبعا الحال افوار هو اللي تفيد الملكية من حيث المبدأ، ولكن هنا أنه يستعمل في هذه الحالة يستعمل لافوار فيغ. إذن بيان سور مدام، كيل طاي فيت فو أي قامة تفعلون أنتم، أو كما قلنا أن تعني أي قامة عندكم. إذن لا كليونت دي كارونت، دي كارونت من الأربعين يعني حوالي أربعين. لا فوندوز فوالا فوزافي اون كابين دي سياج ديغيغ فو، فوالا ها هي، أو كما لو نقول حسنا فوالا فوزافي اون كابين عندكم غرفة دي سياج يعني للمحاولة أو للتجربة. إذا عندكم غرفة مخصصة للمحاولة أو للتجربة. إذا طبعا حتى نتكلموا على الفيرب إيسايي، إيسايي كيلكو شوز يعني أنك تجربها أو تحاولها. إذا فوزافي إن كابين دي سياج عندكم غرفة للمحاولة يعني أنك ستجربين في هذا اللباس. ديغيغفو، ديغيغفو يعني وراءكم، ديغيغفو يعني وراءكم، يعني أن الغرفة توجد وراءكم. كيلكو مينوت أبخي، بضع دقائق بعد أن حاولت السيدة اللباس، لا فوندوز كومون سافا لا طاي، كيف تسير القامة؟ كومون سافا لا طاي، كيف تسير القامة؟ المقصود كيف وجدت قامة اللباس؟ هل وافق قامتك؟ هل وافق قامتك؟ هل وافقك بمعنى آخر؟ كومون سافا لا طاي؟ لا كليونت سانو فابا، إلي ترو سيغي، سانو فابا، إلي ترو سيغي. سانو فابا يعني انه لم يساير، سانو فابا يعني انه لم يتماشى او انه لم يوافق، المقصود انه لم يوافق قامتي. الي ترو سيغي
هو جد ضيق، تتكلم على لفظ صيغي يعني انك تضيق شيئا، الا تخو صيغي يعني انه ضيق جدا، الا تخو صيغي، الا تخو صيغي. La vendeuse, vous voulez essayer une taille au-dessus. Vous voulez, antum turidun, avec le verbe vouloir, vous voulez essayer. Aturidun muhawalat, une taille au-dessus. Aturidun muhawalat, une taille, qama, au-dessus, yani akbar, yani a'la, bimane akhar, a'la. Al maqsoud anna akbar. La cliente, d'accord, mouafiqa. Ou mouafiq, في حالة تكلم شخص مذكر. لا فوندوز الوغ، إذن لا كليونت سافا ميو، يعني بطبيعة الحال بعد ما جربت هذا اللباس الثاني، إذا لا فوندوز ماذا قالت لها؟ الوغ، إذن المقصود الوغ كومون سافا لا طاي، بمعنى آخر، إذن قالت لها الوغ، يعني إذن المقصود إذن كيف وجدتي هذه القامة؟ لا كليونت سافا ميو، هي تسير بشكل أحسن، سافا ميو يعني أنها تسير أحسن. المقصود ان احسن من الاولى. مي ولكن مي جو بونس كيل نو مو با دي تو، جو بونس كيل نو مو با دي تو، ولكن انا اظن بان لن تسايراني بالمره. المقصود ان شكلها ربما انه لا يوافقها. اذا سافا ميو، مي جو بونس كيل نو مو با دي تو، هي احسن ولكن اظن، جو بونس طبعا الحال عندنا لا بونسي يعني المقصود بفكرة من حيث المبدا، ولكن لو بونسينا انه تعني ظن او اعتقد، انا اظن او انا اعتقد، مي جو بونس ولكن انا اظن، كلمه ما با دي تو بانه لن يوافقني بالمره. جو فودغي اساي ان جيب ان بو بلوز افيي، انا اريد محاولات او تجربه تنوره ان بو يعني قليلا شيئا ما، بلوز افيي اكثر ارتداء أو أكثر لباسا، أكثر ارتداء أو أكثر لباسا. أنا أريد تنورة أكثر ارتداء أو أكثر لباسا، يعني أنها تغطي جسمي أكثر. لا كليون سافا ميو، مي جو بونس كيل نو مو با با دي تو، جو فودغي إيسايي أون جيب أن بو بلوز أفيي، جو فودغي إيسايي أون جيب أن بو بلوز أفيي، أنا أريد محاولات تنورة أكثر ارتداء. لا فوندوز داكوغ، فو فولي إيسايي سيلسي. D'accord, موافقة. Vous voulez essayer celle-ci? أتريدين تجربة هذه؟ La cliente. Oui, merci. نعم, شكرا. Je trouve qu'il me va mieux. Je trouve, c'est le verbe trouver, يعني وجد. Je trouve qu'il me va mieux. أجد بأن تسايرني أحسن. أجد بأن تسايرني أحسن. المقصود أن توافقني أحسن. Je trouve qu'il me va mieux. أنا أجد بأن توافقني أحسن. Elle est très élégante et en plus elle m'a mincé. Elle est très élégante. هي جد أنيقة. Elle est très élégante. هي جد أنيقة. Et en plus وأكثر من هذا وزيادة. Elle est très élégante. هي جد أنيقة. Et en plus وزيادة. المقصود وبالإضافة إلى ذلك. Elle m'a mincé. هي ترققني. Elle m'a mincé. طبعا الحال عندنا لفظ أمانسير. أمانسير المقصود به أنك ترقق شيئا، أنك تجعل شيئا يبدو رقيقا. آل مانسي يعني أنها ترققني، المقصود طبعا الحال بحكم الموضة يعني أنها جعلتني أحسن بمعنى آخر. لا كليونت و ميرسي جو تخوف كلمة ميو، إلا تخيز إليغونت إي أون بليس آل مانسي. لا فوندوز فوزافي غيزون مدام، فوزافي غيزون مدام. لا فوندوز Vous avez raison, madame. بطبيعة الحال البائعة. Vous avez raison, madame. أنت محقة سيدتي. أنت محقة. بطبيعة الحال عندنا هنا. Vous avez raison. أنتم عندكم. عندنا الفور أفوانا. Vous avez raison. عندكم حق. عندكم صواب. كما لو نقول مدام. بطبيعة الحال كلمة raison أنها عندها واحد المجموعة ديال الاستعمالات. من هذا الاستعمال اللي عندنا هنا. مثلا في معاني أخرى أنها تتعني تفسير الحادث أو السبب أو الباعث. مثلا نقول كيلا لا غيزون، ما هو السبب أو ما هو تفسير هذا الحادث أو ما هو الدافع. نقول مثلا كيلا لا غيزون يعني ما هو تفسير الحادث أو ما هو السبب أو ما هو الباعث إلى آخره. كيلا لا غيزون دو فواياج فريكون،
ما هو تفسير سفرياتك المتكررة؟ ما هو الباعث على سفرك المتكرر؟ كيل لا غيزون دو فو فوياج فريكون؟ ما هو الباعث على سفرياتك المتكررة أو على سفرك المتكرر؟ طبعا الحال عندنا فوياج أو بلوريال، يعني أن في الجمع، يعني نتكلم عن سفريات. كيل لا غيزون دو فو فوياج فريكون؟ إذا نتكلم عن لا غيزون يعني السبب أو التفسير أو الباعث. إذن كيل لا غيزون دو فو فوياج فريكون؟ لكن كلمة غيزون أيضا تتعني الحكمة، كلمة غيزون يمكن أن تعني حكمة. إذن طبعا الحال عندما نقول لشخصين عندك صواب كما لو نقول له عندك حكمة، فد الأمر. طبعا الحال هناك استعمالات كثيرة لكلمة غيزون، مثلا نقول أج دو غيزون يعني سين الرجد، أو نقول مثلا مارياج دو غيزون يعني زواج مصلحة، مارياج دو غيزون يعني زواج مصلحة، أو نقول مثلا أون غيزون دو يعني بناء على كذا، بيغدغ لا غيزون مثلا إل أبيغدي لا غيزون يعني هو فقد عقله. وهناك استعمال متكرر لهذه الكلمة نجده في عبارة غيزون سوسيال يعني اسم الشركة أو عنوانها أو مقرها، نتكلم عن غيزون سوسيال. إذا عندما نقول غيزون سوسيال مقصود به اسم الشركة أو مقرها. طبعا الحال في الحوار الذي عندنا هنا لا فوندوز فوزافي غيزون مدام، أنتم على صواب أو أنتم عندكم صواب سيداتي، فوزافي غيزون مدام. لا كليونت بون جو لابخون، بون جو لابخون حسنا أنا أخذها، جو لابخون. طبعا الحال عندنا لو بخوندا يعني أخذ، جو بخون لا جيب يعني أنا أخذ التنورة، أو نقول جو لابخون أنا أخذها. Est-ce que vous auriez un chemisier assorti? Est-ce que vous auriez? هل عندكم؟ هذا الحال عندنا لو فيرب avoir. La cliente, bon, je la prends. حسنا، أنا أخذها. ثم تستدرك فتقول: Est-ce que vous auriez un chemisier assorti? Est-ce que vous auriez? هل عندكم؟ هذا الحال عندنا لو فيرب avoir مرة أخرى في الكونديسيونال بريزون من أجل الاحترام. طبعا الحال نستعمل الكونديسيونال بريزون لأشياء كثيرة ومنها أساسا الاحترام. إسكو فوزوغي هل عندكم؟ طبعا الحال في الفيتور نقول إسكو فوزوغي هل سيكون لديكم؟ هنا عندنا إسكو فوزوغي هل سيكون عندكم؟ هنا ما عندناش إسكو فوزوغي، عندنا إسكو فوزوغي هل عندكم؟ إسكو فوزوغي من فضلكم هل عندكم؟ عندنا أفواغ كما قلنا في لو كونديسيونيل بريزون من أجل الاحترام. إذن إسكو فوزوغي أن شوميزي أسورتي، هل عندكم بلوزة مطابقة أسورتي مطابقة لهد التنورة؟ إسكو فوزوغي أن شوميزي أسورتي؟ لا فوندوز وي مدام نعم سيداتي. ثم نضيف العبارة التالية المتعلقة بشراء حذاء، أشورتي دي شاسور، أشورتي دي شاسور شراء أحذية. إذن لو فوندور، طبعا الحال دائما البائع يتكلم أولا، لماذا؟ لكي يستقطب الزبون. لو فوندور مسيو فو ديزيري إذن سيدي ترغبون؟ لو فوندور مسيو فو ديزيري سيدي أنتم ترغبون، المقصود أنكم ترغبون، وعلى الزبون أن يكمل فيما يرغب. Le client, bonjour, je voudrais des mocassins marrons pour aller avec ce costume. Je voudrais des mocassins marrons pour aller avec ce costume. أنا أريد نوع من الأحذية يسمى مكسان. طبعا الحال مارون يعني أنه بني. Le client, bonjour, je voudrais des mocassins marrons pour aller avec ce costume. للتماشي مع هذا اللباس، مع هذا الكوستيم كما نقول. إذن أريد حذاء بني، تنقولوا إحنا قهوي. pour aller ليتماشى، عندنا لو فيرب aller يعني ذهب، كما لو نقول بأن هاد الحذاء يذهب مع هاد اللباس، المقصود أنه يوافقه. بونجور جو فودغي دي موكاسان مارون pour aller avec ce costume. le vendeur oui monsieur je veux voir. نعم سيدي أنا سأرى. je veux voir.
سأرى. عندنا أيضا لغة ألي جوفي، أنا سأذهب. هنا ما عندنا جوفي، عندنا جوفي فواغ، أنا سأرى. طبعا الحال كما قلنا في غير مرة، ملي تيكون عندنا ألي زائد فعل آخر الانفينيتيف، إذا طبعا الحال تعني بأن الأمر سيحدث بعد قليل، هذا تعني بأن الفعل الثاني بأنه سيحدث بعد قليل، هذا تسمى لو فيتور بروش، يعني المستقبل القريب. إذا دائما لو فيتور بروش تيكون بلو فيرب ألي، يعني فعل ذهب زائد الفعل الثاني. عندنا هنا جو في فواغ، أنا سأرى. كالي فوتر بوانتور، كالي فوتر بوانتور، ما هو قياس حذائك؟ طبعا بحال ملي تنقولوا بوانتور المقصود بها قياس الحذاء أو قياس القفاز أو قياس أي لباس آخر. إذا يسمى بوانتور، يعني القياس ديال اللباس، القياس ديال الحذاء يسمى بوانتور. عندما نقول كالي فوتر بوانتور، ما هو قياسك؟ ولكن ضمنيا المقصود بقياس الحذاء، ما هو قياسك للحذاء؟ كالي فوتر بوانتور. إذا لو كليون جو شوس دو 43، جو شوس دو 43، أنا ألبس، أنا أنتعل. طبعا حتى نتكلم على لغة شوسي، ومنها كلمة لي شوسيور، يعني النعل أو الحذاءان. إذا جو شوس يعني أنا أنتعل، يعني المقصود أنني ألبس في رجلي بمعنى آخر. إذا جو شوس دو 43، أنا أنتعل من 43. لو فوندور دون فوتر بوانتور، يعني في قياسك، طبعا الحال ضمنيا للأحذية، دون فوتر بوانتور في قياسك كما قلنا ضمنيا للأحذية، جوغي، جوغي، جوغي يعني أنه سيكون عندي. عندنا لو فيرب أفواغ كونجوغي أو فيتور سامبل، إذا عندنا فعل أفواغ مصرف فالمستقبل البسيط، جوغي سي دو موديل، عندي هاد النموذجين أو عندي هاد الشكلين. إذا فيما يخص قياسك سيكون عندي هاد الشكلين أو هاد النموذجين من الأحذية بمعنى آخر. إذا لو فوندور دون فوتر بوانتور، جوغي سي دو موديل، جوغي سي دو موديل، سيكون عندي هاد النموذجين. إذا نعيد الحوار. أشوتان فيتمون، أشوتان فيتمون، شراء ملابس. لا فوندوز بونجور مدام، لا فوندوز بونجور مدام، جو بو فو انسيني. لا كليونت، جو فودري اسيي لا جيب نوار كي دون لا فيترين، جو فودري اسيي لا جيب نوار كي دون لا فيترين. لا فوندوز بيان سور مدام، لا فوندوز بيان سور مدام. كال طاي فيت فو؟ لا كليونت دو 40. كال طاي فيت فو؟ لا كليونت دو 40. لا فوندوز فوالا، فوزافي اون كابين دي سياج ديغيغ فو. لا فوندوز فوالا، vous avez une cabine d'essayage derrière vous. Quelques minutes après, la vendeuse commence à voir la taille. La cliente, ça ne va pas, elle est trop serrée. La vendeuse, vous voulez essayer une taille au-dessus? La cliente, d'accord. La vendeuse, alors? La cliente, ça va mieux, mais je pense qu'elle ne me va pas du tout. Je voudrais essayer une jupe un peu plus habillée. Je voudrais essayer une jupe un peu plus habillée. La vendeuse, d'accord, vous voulez essayer celle-ci? La cliente, oui, merci. Je trouve qu'elle me va mieux. Je trouve qu'elle me va mieux. Elle est très élégante et en plus, elle m'amincit. Elle est très élégante et en plus, elle m'amincit. La vendeuse, vous avez raison, madame. La cliente, bon, je la prends. Est-ce que vous aurez une chemisier assorti? La vendeuse, oui, madame. Achetez des chaussures. Le vendeur, monsieur, vous désirez? Le client, bonjour, je voudrais des mocassins marrons pour aller avec ce costume. Bonjour, je voudrais des mocassins marrons pour aller avec ce costume. Le vendeur, oui monsieur, je vais voir. Oui monsieur, je vais voir. Quelle est votre pointure? Le client, je chausse du 43. Le client, je chausse du 43. Je chausse du 43. Le vendeur, dans votre pointure, j'aurai ces deux modèles. Dans votre pointure, j'aurai ces deux modèles. Dans votre pointure, j'aurai ces deux modèles. إذا نكتب هذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.